أدى المصلون صلاة الجمعة في المساجد بعد السماح لهم بالوصول سيرا على الأقدام، وذلك لمدة ساعة واحدة من خلال أمر الدفاع رقم 19 الذي أصدرته الحكومة الأردنية بالأمس، والقاضي بضرورة التزام المصلين بإجراءات السلامة العامة، ارتداء الكمامة والقفازات، وإحضار سجادة الصلاة الخاصة بهم، والحفاظ على التباعد الجسدي. كما وجهت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية أئمة المساجد إلى عدم إكمال الصلاة في حال عدم التزام المصلين، وإغلاق المساجد في حال عدم الالتزام أو تسجيل إصابات. كما أكدت الحكومة على عدم دخول الفئة العمرية من هم أقل من 15 عاما والمرضى وكبار السن حفاظا على صحتهم. من جهة ثانية، الحكومة غلظت وشددت في الغرامات على الأفراد غير الملتزمين بالحظر لتصل في حدها الأعلى إلى 500 دينار للأفراد في حال تكرار المخالفة، و2000 دينار للمنشآت الاقتصادية، وإغلاق المنشأة لمدة 14 يوما. كما أشارت إلى تحويل هذه المبالغ المترتبة من الغرامات إلى حساب وزارة التنمية الاجتماعية، حساب الخير، وحساب التبرعات لوزارة الصحة، وذلك بنسب يحددها وزير المالية. بالأمس أيضا أكدت الحكومة على استمرار عمل الحضانات ضمن أمر الدفاع رقم 19، وذلك من أجل الحفاظ على ديمومة عمل المؤسسات والقطاع الصحي. كما أصدرت الحكومة أمر الدفاع رقم 20 والخاص بزيادة عدد الجهات الرقابية على تجديد وتطبيق إجراءات السلامة العامة لتصل إلى 22 جهة. كما تشير الحكومة إلى ضرورة التزام المواطن في ظل ارتفاع الأعداد والتي تجاوزت 2800 إصابة و38 وفاة.